أصدقائي، إنه لمصدر سعادة هنا أن أكون معكم معكم اليوم. اليوم صوت المنطق وصوت الفكر الذي دائما ما يلهمنا ويدفعنا لمكافحة التغير المناخي، ولكي نتأكد أننا نحشد المجتمع الدولي ككل لإنقاذ كوكبنا. عزيزي الجور، شكرا على كل شيء قمت به، وشكرا على هذه المبادرة الرائعة التي تطلقها اليوم. إذن العالم يخسر السباق ضد التغير المناخي، ولكن لدينا أمل بسبب وجود نظرة. نحن لا نكل من العمل. أعتقد أنني قد أحضرت الخطاب الخطأ. سوف أتحدث لمجموعة من الشباب بعد ذلك، وحدث خلط ما، أعتذر. دعوني أبدأ مرة أخرى بشكر تحالف المناخ والجور على هذه المبادرة. أزمة المناخ أمام أعيننا، ولكن إنها موجودة أيضاً. لدينا فجوات كثيرة في التمويل وفي التكيف، ولكن هذه الفجوات لا يمكن سدها بدون العمل، وإلا لن نستطيع أن يكون لدينا أي وسيلة لمواجهة الخطر. يجب أن نواجه هذه المخاطر، ولكننا لازلنا نفتقر الصورة الكاملة. هناك موارد كثيرة مختلفة يجب أن تكون حاضرة في الوقت المناسب، ولهذا جاءت تلك المبادرة. وبالتأكيد الخطر المناخ يأتي في قمة اهتمامنا وقمة استراتيجيتنا، وأيضا يجب أن يكون هناك العديد من الأنشطة المرتبطة به. أنتم لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة، إما أن يكون أكثر إغداراً أو أن تتحول الأمور إلى الأسوأ. هناك الكثير من الدول التي تعمد إلى تبني خطط، وإن السباق المناخي والبيانات الخاصة به والأنشطة المرتبطة به والإنتاج والمبادرات أصبحت أكثر من حيث العدد عما سبق. نحن نتحدث عن القطاع المالي، ونحتاج أن يكون هناك استثمار في تقليل التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري. يجب أن نعمل لتحقيق نوع من التسارع للإقلال من استخدام الوقود الحفري. إن تحالف السباق المناخ مهم جدا، ويجب أن يكون هناك أداة لرؤساء الدول والقادة والحكومات وصانعو السياسات أن يكون لديهم خطة مناخ شاملة تصل بنا إلى هدف صفر انبعاثات. هذا يجب أن يدعمه العلم والبيانات والتأثيرات. شكرا على توضيحكم الصورة الكاملة والحاجة لأي نتصرف، ونتصرف الآن. تهانية على هذه المبادرة، وشكرا. Thank you.